ضمن مساحتنا التالية ميسان، رح نسلط الضوء على الغذاء ودوره وتأثيره على مرضى اضطرابات طيف التوحد. كيفية كشف هذا العرض بعمر مبكر؟ شو هي الأعراض اللي بتظهر على الشخص أو على مرضى التوحد؟ أكيد أسئلة واستفسارات رح تجاوبنا عليها استشارية التغذية أريج درويش، ماستر في علوم الغذاء. يسعد صباحك أريج. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك أريج. أريج، الأسبوع الماضي كان هو اليوم العالمي للتوحد، فعلا هو هذا اليوم لحتى نذكر كل العالم بأهمية الكشف المبكر عن هذا الاضطراب. بداية خلينا نعرف الأشخاص يتابعونا باضطراب التوحد. هلا اضطراب التوحد نحن هو ما نوع مرض، هو اضطراب تماما. فالاضطراب هو لا يعالج، يعني احنا ما عندنا مريض توحد او طفل عنده توحد نقدر نحن يصير في عنده شفاء، بس عن طريق الكشف المبكر بيصير في عندنا نحن نقدر نخفف الاعراض اللي ممكن تظهر عنده. فمنساعده وقت بيصير بعمر اكبر انه يخفف كثير من هاي الاعراض. طبعا نحن بنسميه طيف توحد لانه اعراضه كثير كبيره، بتمتد من شيء بسيط اذا كشفناه بعمر صغير وبتمتد ل خلينا نقول اعراض بتأثر على صحته وعلى علاقاته الاجتماعية بشكل كتير كبير وقت بوصل لعمر كبير. لهيك نحن بنسميه طيف لأنه متدرج الأعراض بشكل كتير كبير. نعم يعني أريج، بداية خلينا نقول شو هو اضطرابات التوحد، خلينا نعرفه. تمام، اضطراب التوحد هو عبارة عن اضطراب عقلي بيصيب الطفل من لما بيصير في من الولادة، من عمر الولادة بيلاحظ انه هذا الطفل في عنده اضطرابات. هلا نحن بنقدر نشخص انه الطفل عنده مرض بالتوحد من عمر 6 شهور. بس هذا الشيء بيعتمد على وعي الاهل بشكل كتير كبير، بدهم يكونوا منتبهين بشكل واضح للطفل. هلا الطفل بعمر 6 شهور ببلش يظهر عنده ردات فعل، يعني ممكن اذا حكيتيه او تطلع فيه الام او الاب بيركز تركيزه او نظره على الشخص اللي عم يحكي معه. ممكن اذا عطيتيه شيء يمد ايده لحتى ياخده، ممكن اذا حكيتيه يبلش يصدر اصوات او يطلع اصوات، يعني في تفاعل. هذا الشيء ببلش عند الطفل من عمر 6 شهور. في حال هذا الطفل كان ما عنده هي المبادره لحتى يتفاعل مع الشخص الموجود حده، ما بيقدر يمسك شيء او يركز نظره بشيء معين، فهون بدنا شوي نصير ننتبه للطفل. طبعا هي الاعراض بتصير بتتوضح اكثر بين عمر 9 لل 12 شهر. هذا العمر ببلش الطفل بياكل. هلا التوحد له علاقه كثير بالتغذيه، موضوع التغذيه تماما. فنحن بعمر 9 شهور ل 12 شهر لما بنبلش ندخل اصناف الاكل للطفل بنلاحظ انه بنسميه نحن بيكي ايتر، يعني الطفل يلي عنده انتقائيه كثير كبيره بالاكل، ما بياكل الا صنف معين مثلا، الاصناف يلي بياكلها بتكون كثير قليله، ما بيتفاعل مع الاكل. هلا الطفل بهذا العمر اول ما تحطي اكل قدامه بينبسط كثير تماما، بيقرب بيصير هو بده يجرب ياكل لحاله. الطفل يلي عنده توحد ما بنلاحظ عنده هي ردات الفعل نهائيا، بيكون في عنده ابدا يعني ما عنده قابليه للاكل، ما بيقدر يتعامل مع الاطفال، ببعد عن الضجه، بتلاحظي احيانا عنده عدوانيه، يعني اي حدا بيقرب على غرضه او اي شيء ممكن يعمل رده فعل عدوانيه يؤذي حاله او يؤذي حتى الطفل. فنحن من عمر 6 شهور في حال كان الاهل في عندهم وعي صحيح بنقدر نحن نلاحظ انه هذا الطفل عنده مشكله، بدنا نبلش كمعالجه بالادويه واكيد بالاكل لحتى نقدر نحن نخفف من الاعراض هي. اوكي، رح نفوت على موضوع التغذيه، موضوعنا لليوم أريج عند اضطرابات التوحد. شو هي يمكن الأغذية المناسبة لطفل التوحد؟ هلا في أغذية ينصح انه بعدم ابدا عطاء لطفل التوحد، وأغذية يمكن لازم تكون موجودة بغذائه اليومي. هلا الدراسات كثيرة حوالين هذا الموضوع، في عالم مع في عالم ضد، بس اغلب الدراسات اللي انوضعت على اطفال عندهم توحد مشيناهم على حمية معينة لاحظوا انه خفت الاعراض كثير بعمر كبير، يعني حتى الطفل صار عنده قابليه للتعلم اكثر، لتقبل الشخص الاخر اكثر. طبعا هي الحميه بنسميها نحن فري جلوتين وفري كازيين. الجلوتين هو البروتين القمح، بيكون موجود باي شيء فيه خبز، والكازيين هو البروتين الموجود بالحليب او بالجبنه او باللبنه، يعني الحليب طبعا ومشتقاته كامله. حتى الجلوتين الفكره الكثير مهمه هي اللي الام لازم تنتبه لها، الجلوتين مو بس موجود بالقمح، موجود بالهوت دوغ، موجود باللحومات البارده، موجود احيانا بعض اصناف العلكه. فنحن الطفل اللي عنده توحد امه لازم تكون كثير واعيه اي شيء بدها تشتريه، تقرا الموثق الغذائي المكتوب انه اذا بيحتوي جلوتين او لا. يعني في كمان ترى يمكن عندنا بسوريا اكثر ما تنكتب كلمه جلوتين بينكتب اكثر انه موجود فيها نشاء القمح او بالضبط. طحين القمح، فكمان هي من الشغلات يعني ما لازم انه طفل التوحد يحتوي على الجلوتين لانه بيكون له تاثيراته سلبيه عليه. هلا حتى
صار موجودة منتجات كتير بالسوق اللي هي فري جلوتين. هلا الجلوتين والكازيين اللي هو بروتين الحليب امتصاصهم عند الطفل المصاب بالتوحد بيكون أبطأ من الطفل العادي. فهو لما بياكل الجلوتين أو الكازيين بيمتص قسم منه والقسم الثاني بيمشي بالدم فبيوصل للدماغ وبيعمل هاي التأثيرات يعني بيزيد الأعراض. هلا طبعا طفل التوحد ممكن يكون كتير هادي ما بيتعامل مع حدا وممكن العكس ممكن يكون كتير حدا عنده حركية كتير عنده فرط نشاط كتير عنده عدوانية كبيرة. فهي القصة البروتين الجلوتين والكازيين في حال وصلوا للدماغ بكمية فهني بيأثروا على الطرفين يعني إذا كان في عنده قلة بتزداد هاي الحالة وإذا كان في عنده فرط كمان بتزداد هاي الحالة. لازم الأهل ينتبهوا أريجة هيدا أهل هاي الحالة وهذا أكيد. الموضوع شوفان خلينا نحكي عن الشوفان قد هو وجبة كاملة متكاملة صح. ممكن ياخذها الطفل وخاصة اللي عنده اضطرابات بمرض التوحد وتكون آمنة نوعا ما طبعا بدون إدخالها مع حليب بالضبط. حتى ممكن هلا نحن في أطفال من التوحد ممكن يكون في عندهم حساسية جلوتين بس ما عندهم حساسية كازيين فنحن التحليل كتير ضروري بهي المرحلة أو بهي الحالة لحتى نعرف بالضبط كيف بدنا نمشي مع هذا الطفل. تحليل الضاد أو هي عن طريق خزعة هضمية؟ لا مبدئيا بتكون عن تحليل الأضداد. بعدين ممكن ننتقل لخزعة في حال ما قدرنا عن طريق الأضداد نحدد إذا في عنده مشكلة أو لا. بس التحليل هو العامل الأساسي لحتى نقدر نحن نمشي الطفل. طبعا لنشوفه نحن بنستخدمه بحالات تنزيل الوزن أو زيادة الوزن. عند الأطفال يلي عندهم توحد كمان ممكن يعانوا من القسطين ممكن يكون في عنده لما يكون في عنده فرط نشاط كتير فهو حيعاني من وزن خفيف. إذا كان في عنده برود أو قلة حركة فهو حيعاني من زيادة بوزن. الشوفان كتير مهم كتير ضروري بيحتوي على أغذية كتير مهمة. في عنا كمان بس السكريات بس كتير منركز عليها. شوفان عفوا أريج كمان في شوفان غلوتين فري وفي شوفان يحتوي على غلوتين لأنه هو يزرع قريب من القمح أكيد. فهو بيكون يعني بيقولوا له ملوث للشوفان فكمان هي الاهل لازم يديروا بالهم عليها بين الشوفان الجلوتين فري والشوفان يلي لا ما بيحتوي على جلوتين بالضبط. لهيك نحن دائما بنركز على قراءه الملصق الغذائي ويعرفوا تماما هي بتكون مكتوبه اوريدي اللي بيشتري هدول المغلفين تماماً. ما بيشتري الفرد مكتوبة كلها. السكريات كمان السكريات دائما نحن لها تاثير على زياده الحركه حتى عند الطفل يلي ما عنده اي مشكله لما بيكون عم يستهلك كميات عاليه من السكريات فبصير في عنده فرط نشاط. فاذا طفل عنده توحد والتوحد عنده جاي على شكل فرط نشاط واكل سكريات فحيصير في عنده هايبر كتير حيصير في عنده نشاط كتير. فكمان هون بدنا نحاول الطفل اللي عنده توحد بكل الاحوال انه نخفف السكريات قد ما بنقدر. يعني السكريات دائما يمكن نحن بنركز على موضوع ان السكريات الصناعيه او المكرره هي السيئه بالضبط. ولكن انه السكريات فينا نقول عن طريق الفواكه عن طريق التمر مسموحه اكيد ولا حتى كمان هي بكميات اكيد مسموحه طبعا بكميات اللي بتناسب هذا الطفل. هلا المشكله باطفال التوحد انه غالبا بيكون في عندهم تخيلي انه من كل اصناف الاكل من 20 واقل صنف بياكلوا احيانا هن بيستثنوا مجموعه كامله يعني ممكن طفل توحد يستثني الخضار بكل اشكالها كيف ما قدمتي له اياها ما بياكلها. هون نرجع بنركز على دور الاهل بدهم يحاولوا هن من هو وصغير يعودوه على انه هي القصه لازم بتفيدك طبعا ما لازم انه ممنوع ومسموح او صح وغلط. بدك تجيه تحكي له اياها عن طريق قصه عن طريق حكايه صحيح. يعني اذا اكلت هي الماده مثلا اذا اكلت السبانخ حيصير في عندك عضلات حتكبر. هي الامور بدنا نركز عليها كثير عند طفل التوحد الحاله النفسيه جدا هم بالتعامل معه. أريج يعني أيضا يمكن حكينا عن المشاكل اللي بيقعوا فيها أحيانا الأهل وبيقعوا فيها الطفل. خلينا نحكي عن الحلول أو النظام الغذائي يلي الأطفال التوحد كلهم عندهم نظام موحد وهل تختلف حالة طفل عن طفل تاني قدام هم يديروا بالنا شغلة معينة حتى الأولاد بيشتهوا كيا الشيبس بيحبوا يأكلوا من برا هدول القصص فبيصير عند الأهل كمان مشكلة بالتعاطي مع هذا الموضوع صح. فخلينا نحكي عن اكيد. هلا الحميه اول شيء مثل ما قلنا الاساسيه انه نحن اما فري جلوتين او في كازيين واحيانا الاثنين حسب التحليل اللي بنعمله للطفل بنحدد شو هي الحميه. بالنسبه للاكل اللي لازم نحن نركز عليه من هو والطفل الصغير اول واهم شيء هو الفيتامين بي 6 اللي هو البي 6 كثير ضروري انه ياخذوا طفل التوحد عن طريق مكمل غذائي لانه ما حيقدر ياخذه عن طريق الاكل. في كثير اكلات مثل ما قلنا هو ما بياكلها ففي حال ما كنا قدرانين نعود الطفل على هي الاغذيه فكثير ضروري انه نلجا لاخذ فيتامين بي 6 عن
طريق المكملات الغذائيه. المكمل الغذائي الثاني اللي هو الاوميجا 3 اللي جدا ضروري، له دور كثير كبير. اول شيء بيقوي المناعه عند الطفل، بيحسن الذاكره، بينشط الذاكره عند الطفل المصاب بالتوحد بشكل كثير كبير. حتى الطفل المصاب بالتوحد بنلاحظ انه عنده عاده اللي هي تكرار الحدث، يعني ممكن مثلا اذا عنده علبه الوان يفضيها وعبيها 20 مره بدون ما هو يحس انه هو عم يعمل شيء غلط. اذا عم يقرا شيء ممكن يقرا الصفحه 20 مره كمان بدون ما يحس انه هو عنده شيء غلط. فالاوميجا 3 كثير ضروريه لحتى نقدر نضبط هي الحركات التكراريه او هي القصه عند الطفل التوحد. الحليب ومشتقاته بدنا نحاول نحن نلاقي له بدائل عن هي القصص لحتى نقدر نحن ناخذ كل الكالسيوم والبروتين اللي نحن عايزينه. ممكن اما عن طريق اكله ثانيه هو بفضله او عن طريق المكملات الغذائيه. فكتير ضروري عند الطفل الصغير انه نعمل تحاليل كامله في حال عنده نقص باي نوع من المعادن يتم التعويض عن طريق المكملات، لانه كتير صعب انه نعوضه عن طريق الاغذيه. عن طريق المكملات تعوض، ولكن يمكن الطفل احيانا بيشتهي أريج وبيشتهي ياكل بعض الأكلات، فهون يمكن دور الأم بأنه حسرا الأم، لأنه الأم هي يمكن اللي بتطبخ وبتعطي موضوع الطعام، لهيك عم نوجه لها الكلام بموضوع البدائل اللي فيه ينبسط فيها الطفل ويحس فيه انه هو سعيد انه عم يقدر ياكل هذا الاكل. اول شيء بدنا ننوه انه بسوريا في عندنا شركه سوريه عندها اكل جلوتين فري، فهذا الشيء كثير يمكن بيساعد، لهي عندها طحائن وعندها هي موجود. شركه سوريه، فيمكن بتقدر كثير تساعد هدول الامهات وهدول الاشخاص. البدائل حتى يعملوا فيها اكل خالي من الجلوتين اريج هو يمكن خلينا نحكي عن بدائل الطحائن، الرز، الذرة، هدول القصص كيف يقدروا الامهات يقدموا شيء وجبات لاطفالهم من خلالها. تمام. هلا الخطوه بديل الاولى بديل السكر الصناعي بالتحليه شو هو؟ اكيد. هلا اول شيء بالنسبه للفري جلوتين نحن مثل ما قلتي انه موجود الطحين وموجود كل شيء، فبنقدر نعمل اي نوع من الحلويات اللي بيحبها الطفل، بس بنبدل نوع الطحين الموجود. شيء كثير سهل ومتوفر، ما له شيء صعب انه نحن نلاقي. نشا الذرة كثير ضروري، ممكن نحن ناخذ الرز كمان كتير ضروري انه نطحنه، فينا نطحنه ونستخدمه كمان بكتير طبخات. كتير مهم الشكل يلي منقدم فيه للطفل، يعني حتى اذا عملنا له نحن بالطحين الخالي من الجلوتين بس تكون شكل القطعه هو بيحبها بالالوان يلي هو بيحبها فهو حيرغب ياكلها حتى لو ما كتير بتهمه الطعمه. يعني احيانا حتى لما بيكون بده شيبس او بده شوكولا مو غلط انه نحن نعطيه، بس مثلا فينا نحن نخلي له نص الشيبس فيه، ما نعطيه الكميه كامله. واساسا طفل التوحد ما بيقدر ياكل كميات كبيره، فهو حياكل حبه، حياكل تنتين وحيبطل. فهي كمان الفكره بتساعدنا كثير لحتى نقدر نضبط الكميه اللي هو عم ياخذها. بالنسبه لبدائل السكر نحن بنقدر نحلي بالعسل، بنقدر نحلي بحتى انواع من الشوكولا اللي ما بيكون فيها كميه سكر عاليه. احيانا السكرين بيكون بديل كثير صح لهدول الاطفال، بس المهم انه نحن نخفف لهم السكر الابيض او السكر يلي مكرر كثير او مصنع. السكرين لا يستخدم لهدول الاطفال؟ ممكن نستخدمه. ممكن اي طبعا، لانه ما فيه كميه عاليه، بيعطينا طعمه حلاوه قويه بكميه كثير صغيره، فمو غلط انه نستخدمه. بس نحن دائما بنحاول من هو والطفل الصغير نعوده على قله الحلاوه، يعني الطعم يلي ما كثير حلو. بنرجع بنركز على دور الاهل بشكل كثير كبير. هلا المشكله انه نحن في عنا اهل بيتعاطوا مع الموضوع انه ممكن ما يقولوا انه طفله عنده توحد او عنده مشكله، هذا الشيء كثير غلط. نحن لما بنفهم للاسف بالضبط تماما، هذا الشيء كثير سيء، مو بس بطفل التوحد، كثير امراض ثانيه بيكون بيعاني منها الطفل الاهل بيخبوها او بينكروها. هلا هذا الشيء بيخلي اصعب ان كان على رفقاته انه يتعاملوا معه، ان كان بمدرسه صعب انه يتعاملوا معه، فكثير ضروري الاهل يحطوا المحيط الطفل بهي الصوره لحتى يقدروا يتعاملوا معه بطريقه صحيحه. مع هالمعلومات المهمه اللي حكيت لنا اياها اليوم، اكيد يعني بدنا نشكرك، بدنا نشكر وجودك معنا، وان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه بمواضيع ثانيه وحلقات اخرى. شكرا كثير لك، ونتمنى تكون هالنصائح وصلت لكل الامهات، ونتمنى ايضا السلامه والصحه والعافيه لكل الاطفال. شكرا كثير لك.